يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستدلال والاحتجاج بالتوراة؟ وما هو تخريج قول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ما في التوراة إلى آخره؟ هذا سبق لنا الأصل فيه، وهو أن ما أقره شرعنا ووافقه شرعنا فنحن نعمل به، وهذا مما أقره شرعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المقرر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ مثل الحديث الثلاثة من بني إسرائيل، ولما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له صار شرعا لنا. نعم.